يا ناس يا عبط يا عشمانين في فرصة تانية للغة، بطلوا اوهام بقى وكفاية احلام واسمعوا، عيشوا بزمة وودعوا كل حاجة بتعملوها وكل حد بتشوفوه وكل كلمة بتقولوها وكل لحن بتسمعوه. عيشوا المشاهد كل مشهد زي ما يكون الاخير، واشبعوا ساعة الوداع واحضنوا الحاجة بضمير، ده اللي فاضل مش كتير.